عليكم، أهلا بكم مشاهدينا لبرنامجكم اليومي الصحافة الذي نستعرض فيه عناوين الصحف الجزائرية في المنطقة المغربية وأيضا الناطقة باللغة الفرنسية. بداية دوما من الجزائر وصحفها. قانون المالية الجديد اهتمت به صحيفة الخبر وعنونت مواصلة تكريس الطابع الاجتماعي في مشروع قانون المالية 2025، رصد 35% من الميزانية للتحويلات الاجتماعية، الغلاف المالي للتحويلات الاجتماعية 5928.18 مليار دينار العام المقبل. في الخبر أيضا وجه التعليم توضيح كيفية إعداد ميزانية الولايات والبلديات الداخلية ترسم الخطوط الحمر، الأولوية لأجور المستخدمين والأعباء الاجتماعية، تقليص الإعانات الممنوحة للجمعيات والمساهمة في العملية التضامنية لرمضان 2025. بعد استدعاء الخارجية سفراءهم محللون للصحيفة، هذا ما أبلغته الجزائر للدول الأوروبية بشأن قرار المحكمة الأوروبية. نقرأ فيها أيضا بالعابد يجتمع بمديري القطاع ويعلن تدابير إضافية للتكفل بإعادة إدماج التلاميذ. إلى صحيفة الجزائر، رئيسة جمهورية الهند في زيارة رسمية للجزائر تشارك في كبريات الشركات العالمية في قطاع النفط والغاز، انطلاق معرض ومؤتمر إفريقيا وحوض البحر الأبيض المتوسط للطاقة والهيدروجين اليوم. المحكمة الدستورية تجري القرعة الخاصة بتجديد النصفي لأعضائها، والشروع في تجديد التدابير الخاصة بتسهيل تسويق فاكهة التفاح بخنشل. إلى صحيفة الآن، المحكمة الدستورية تنظم عملية القرعة الخاصة بتجديد النصفي لأعضائها، وتربية ترأس ندوة وطنية بخصوص المرحلة الثانية من إعادة إدماج التلاميذ. وفي قطاع الجمارك 171 قضية متعلقة بمكافحة التهريب والتجارة غير الشرعية العابرة للحدود من 4 إلى 10 أكتوبر. والشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية تتوقع بلوغ 100 مليون طن من البضائع المنقولة بحلول 2040. بوغالي يجري بجنيف مباحثات مع رئيس برلمان عموم أمريكا اللاتينية والكاريبي. وفيما يتعلق بزيارة رئيسة الهند الجزائر الهند، علاقات صداقة تاريخية راسخة وأفاق واعدة لتعاون اقتصادي وثيق. وفي الصحف العربية، صحيفة العربي الجديد اهتمت للموازنة الجديدة، موازنة 2025، وكتبت ما وراء ارتفاع موازنة الجيش الجزائري. تكشف الموازنة العامة للجزائر للعام 2025 زيادة لافتة ومستمرة في موازنة الجيش الجزائري ووزارة الدفاع، والتي ارتفعت إلى أكثر من 25 مليار دولار أمريكي بزيادة تقدر ب3 مليارات دولار مقارنة مع ميزانية العام 2024. يبررها مراقبون باستحقاقات الأمن والدفاع والتوترات القائمة في المنطقة وترابط بين الدفاع والاقتصاد وخطوط التجارة الجديدة باتجاه دول الجوار التي تحتاج إلى تأمين. وتشهد ميزانيات الدفاع والجيش الجزائري منذ عام 2018 ارتفاعا لافتا بفعل تجديد ترسانة الجيش وخطط تحديث معداته وأسلحته واقتناء منظومات أسلحة متطورة. ارتفعت هذه الميزانيات من حدود 18 مليار دولار أمريكي عام 2023 إلى 22 مليار دولار في العام 2024، ثم 25 مليار دولار في ميزانية 2025. تعطي هذه الزيادات مؤشرات واضحة على وجود تركيز جزائري لافت بشأن تعزيز كامل لمقدرات الدفاع والأمن والتجهيز المبكر لتحديات والتهديدات القائمة ومواكبة الحاجيات الأساسية للأمن والدفاع في البلاد. أما في صحيفة القدس العربي، فقد ناقشت أو لخصت وجه التشابه بين رئاسيات الجزائر ورئاسيات تونس وعنونت لماذا تشابهت رئاسيات تونس والجزائر. الكثير من علامات التشابه المثيرة للتساؤل كانت حاضرة بين
السياسية الجزائرية التي تمت في 7 من سبتمبر الماضي وأختها التونسية التي نظمت شهرا بعد ذلك. تشابه لا يقتصر على النتائج التي فاز فيها الرئيسان بنسب عادت بالبلدين إلى مرحلة الحزب الواحد والانتخابات الأحادية التي كانت تنظم على شكل أقرب للاستفتاءات، كما كان سائدا في الفترة البومديانية وقبلها في تونس المجاهد الأكبر مع بورقيبة الرئيس مدى الحياة وخليفته بن علي. تشابه يمكن تعميمه على ظاهرة التزوير القبلي التي عرفتها هذه الانتخابات عندما لجأ النظامان السياسيان إلى ضبط قائمة المرشحين المنافسين للرئيس وهو يترشح لعهدة ثانية. أكدت مسبقا أن فوزهما بهذه النتائج العريضة كان متوقعا ومن تحصيل حاصل بعد حصر الترشيحات في 2 أو 3 منافسين من دون إمكانيات فعلية للتنافس الجاد، وهو ما ينفي تهم التزوير الفج عن هذه الانتخابات التي كان يلجأ إليها النظامان في السابق في يوم الاقتراع، كما كان يحصل في فترة الحزب الواحد وفي الكثير من المحطات السياسية بعد استقلال البلدين. وبالعودة إلى الجزائر وما تعلق بقانون المالية، كان لضيفنا أمس الدكتور سيف الإسلام بن عطية الناشط السياسي رأيه في قانون الموازنة، نستمع إليه. هذه الميزانية هي ميزانية تكشف أن كل ما قيل وكل ما روج له خلال العهدة الأولى من الفلاحة 30 مليار، ومن أننا ذهبنا إلى صادرات أخارج المحروقة 13 مليار، وأننا سنصل في نهاية 2026 إلى أم بي بي 400 مليار. دعني أختلف مع التقرير اللي قال أنه هذه فيها أمر مغلوطة. لا، خلينا نمشي ونقول كل ما هو موجود في الميزانية هو صحيح، وكل ما هو موجود في الميزانية من أهداف ستصل له هذه الحكومة. لما نبدأ وندقه، أولا في رقم 128 مليار دولار، 128 مليار دولار هي ما ستنفقه الحكومة الجزائرية طيلة سنة 2025. لكن السؤال اللي لازمنا نطرحوه، هل الإيرادات تاع الحكومة، يعني الشيء اللي راح تدخله الحكومة عبر الضرائب العادية والغير العادية، هل سيصل 128 مليار؟ الرقم مخيف يا أخي جمال. ما ستجبيه السلطة يعني إيرادات وش راح يدخل الخزينة العمومية؟ 64 مليار دولار فقط. الباقي 62 مليار دولار سيتم تغطيته عبر طباعة مزيد من الأموال وضخها في السوق، يعني مزيد من التضخم. أما المحلل الاقتصادي والمتخصص في المخاطر الأستاذ سعد كرميش فتحدث عن تداخل هذه الميزانية واستفادة مؤسسة الجيش منها. هذه الجزائر دولة عسكرية، وهذه الدولة العسكرية لا تنتج شيء، فيها صادرات من المحروقات تجيب لنا شوية عملة صعبة، والحقيقة الأغلبية نتاع الأموال هذه يسطو عليها العسكر، جنرالات العسكر يسطون على هذه الميزانية بالقوة. أنا هذه الميزانية اللي يسميوها ميزانية وزارة الدفاع ويقولوا مؤسسة عسكرية، وهي ما هي لا مؤسسة عسكرية ولا شيء، لأنه لا تنطبق عليها أي معايير تاع مؤسسة سواء اقتصادية أو عسكرية أو إدارية. احنا عندنا جنرالات يسطون على خزينة الدولة بالقوة، ياخذوا هذا ال 25 هذا العام ياخذوا 25 ولا 26 مليار دولار، والتي لو تجي تحسب هي مجموع الجباية النفطية اللي رايحة تروح في الميزانية ياخذوها العسكر. الفرق أنه العسكر ياخذون أموالهم من الدوفيز، يعني لو تشوف واردات الجزائر ب 50 مليار دولار ياخذوا منها الجنرالات أكثر من النص. والكارثة مش فقط نحن نحكي على ميزانية العسكر اللي ياخذوها، حتى ميزانية التحويلات الاجتماعية مثلا الدعم يسطو عليها العسكر. الآن إلى جولة على صحف المنطقة المغربية وزميلنا نبيل عبداللوي.
مرحبا بكم إلى هذا العرض الموجز لأبرز عناوين بعض الصحف المغاربية الصادرة يومه الاثنين، بداية من تونس وصحيفة المغرب. مسار الرئيس السياسي في عودته الثانية، الانفراج السياسي شرط للنجاح، في انتظار تحديد موعد الجلسة الممتازة لأداء اليمين في مقر البرلمان. قيس سعيد وتحديات تجسيد شعار عهدة البناء والتشييد. وفي ذات الموضوع كتب رضا الشقندالي أستاذ الاقتصاد بالجامعة التونسية مقالا تحت عنوان الأولويات الاقتصادية للمرحلة القادمة، وكشف عنها بيانات معهد الإحصاء تهديدات حيوية لقطاع العقارات في تونس. عربيا، لأول مرة استهداف الاحتلال قوة اليونيفيل ومستشفيات، العدوان الإسرائيلي ومساع تغيير المعادلة الأمنية في لبنان. إلى صحيفة الشروق، انحدار أخلاقي، جرائم وقصر في السجون، تيك توك هدم أسرنا وجنى على أطفالنا، تعنون الشروق، التي كتبت أيضا مجتمعيا في وادي الخياط برواد، بناء فوضوي، تلوث والسلطات في سبات. في عنوانها البارز رياضيا، أنيس العياري في حوار مثير للشروق، كرتنا فاسدة، منتخبنا ضعيف وتدخل الدولة ضروري. إلى موريتانيا وصحيفة أنباء إنفو، تقرير المخابرات الأمريكية يقول بأن الجزائر سعت مرارا وتكرارا إلى زعزعة استقرار موريتانيا وفق ما تنقل الصحيفة. وأمضت كاتبة، كشف تقرير لوكالة المخابرات المركزية الأمريكية رفعت عنه السرية، أن الأنظمة المتعاقبة على حكم الجزائر بعد السبعينيات سعت مرارا وتكرارا إلى زعزعة استقرار موريتانيا باعتبارها دولة استراتيجية تقع في قلب اهتماماتها الإقليمية. ومن شأن انهيار السلطة في موريتانيا حسب التقرير تمكين الجزائر من الولوج إلى المحيط الأطلسي والوصول إلى مواقع استراتيجية في منطقة غرب أفريقيا والساحل. وأكد التقرير السري بأن الرئيس الجزائري الراحل هواري بومدين دعم محاولات انقلابية في موريتانيا ضد الرئيس مختار ولدداء. وحسب الأرشيف أو أرشيفات السرية الأمريكية، يرى هواري بومدين في نظام ولدداء خصما أيديولوجيا وعائقا أمام النفوذ الإقليمي الجزائري وفق ما نقلت ذات الصحيفة، التي عنونت مغاربين أيضا، ردت الجزائر على تركيز خطاب ملك المغرب على ملف الصحراء بأنه أمر جلل بأتم معنى الكلمة. نتحول إلى ليبيا وصحيفة الوسط، اللافي يقول مؤتمر المصالحة الوطنية ما لم ينجز داخل ليبيا سيكون محل نقد وعدم توافق بين الليبيين. فقد اعتبر عضو المجلس الرئاسي المسؤول عن إدارة ملف المصالحة الوطنية عبدالله اللافي أن مؤتمر المصالحة الوطنية المقرر عقده خلال الفترة المقبلة ما لم ينجز محليا وداخل الأراضي الليبية سيكون محل نقد وعدم توافق بين الليبيين، مثمنا الدور الداعم للاتحاد الأفريقي وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا والدول الداعمة والصديقة وتقديرها لخصوصية الملف وحساسيتها. وفي ذات السياق، المجموعة الأفريقية بمجلس الأمن الدولي تستعجل تعيين مبعوث الأمم إلى ليبيا. إلى صحيفة المرصد، هناك مخاوف من أن الولايات المتحدة تسعى لأن تدير إيرادات المصرف المركزي وفق ما قال عضو اللجنة المالية بمجلس النواب خليفة الدغاري. واستيفاني خوري تقول من المهم للغاية بناء الثقة ووقف الإجراءات الأحادية في البلاد. وتعقيدات المشهد الليبي مرتبطة بدرجة كبيرة بتدخلات الدول الكبرى وفق ما اعتبر عضو مجلس النواب الليبي حسن الزرقاء. ومن المستبعد إمكانية تحقيق البعثة الأممية أي إنجاز يحسب، إن هذا ما علق به رئيس مؤسسة السيلفيوم للدراسات والأبحاث جمال شلوف. نختم من المغرب وصحيفة المساء، حماة المال العام يطالبون بتجريم الإثراء غير المشروع. الغلوسي أكد أن المغرب مطالب بالوفاء بالتزاماته الدولية وصون المال العام. وكذلك في نفس الصحيفة، برلمانية مغربية تقول ثلث المؤسسات التعليمية بدون مراحيض. سألت بن موسى وزير التربية والتعليم عن الإجراءات التي ستقوم بها وزارته لحل هذه المعضلة. عربيا، 373 يوما من العدوان، الحصار يشتد على جباليا ومجزرة مروعة في النصيرات.
ختاما صحيفة الأخبار، رفع ميزانية نقط الماء إلى 900 مليون. المجلس الجهوي في أكادير يواجه مطالب بالاقتصاد في استهلاك الماء والكهرباء. بعنوانها البارز تعنون صحيفة الأخبار: الملك المغربي محمد السادس يخصص خطاب افتتاح البرلمان لقضية الوحدة الترابية، دعا إلى الانتقال من رد الفعل إلى أخذ المبادرة والتحلي بالحزم والاستباقية. والسماسرة يلهبون أسعار زيت الزيتون في البلاد، توقعات بوصول سعر اللتر إلى 150 درهما. والحكومة المغربية تفتح باب الاستيراد من إسبانيا مع الإعفاء من الرسوم الجمركية لمحاصرة هذا الارتفاع المهول في أسعار زيت الزيتون. ختام هذه الجولة الموجزة في أبرز عناوين بعض الصحف المغاربية الصادرة هذا اليوم. كل الشكر لزميلنا نبيل عبدلوي على هذه الإحاطة في الصحف المغاربية. الآن إلى جولة مماثلة مع صحف الناطقة باللغة الفرنسية وزميلنا ناصر جودي. مساء الخير ناصر. مساء النور دلولة، مساء النور بمشاهدنا الكرام. نبدأ جولتنا للعناوين الفرنسية بجون أفريك. جون أفريك عنونت: En Algérie, l'ex-dirigeant de la GSK risque 10 ans de prison. Le réquisitoire du parquet est assorti d'une amende de 8 millions de dinars à l'encontre de Chérif Medlen. Verdict attendu le 23 octobre. Plusieurs fois reporté, le procès de l'ancien dirigeant de la GSK s'est finalement ouvert dans la matinée du mercredi 9 octobre au tribunal algérois de Sidi Mohamed. 9 avocats ont défendu l'homme d'affaires en présence des membres de sa famille, de nombreux militants politiques et de supporters de l'emblématique club de football. Le point. Maghreb, c'est papa qui décide. Silence en vote. Coup sur coup, l'Algérie et la Tunisie ont réélu leur président comme des pharaons à l'issue de simulacres de campagne électorale. Le 7 septembre, l'Algérien Majid Tebboune obtenait 94,65% des suffrages, score qui sera minoré de 10% à la demande de l'heureux vainqueur. Le 6 octobre, le Tunisien Kais Saïd décrochait 90,69% quand le maréchal égyptien Al-Sisi se contentait de 89,63% en décembre 2023. Face à eux, deux candidats choisis par un système dédié à leur réélection. Ces scores à la soviétique, bulgare, à la bulgare pour le quotidien Al-Pais, ou plusieurs simplement à l'algérienne prête à rire, alimentant un humour noir, seul antidote à cette fatalité. Mais ces élections en tant que confortant au pouvoir des tigres de papier ont une conséquence. Et on termine avec TSA, départ des médecins algériens. Un député propose la méthode indienne. Le ministre de l'Enseignement supérieur de la Recherche scientifique, Kamel Badari, a répondu à la question orale d'un député de l'APN sur le gel de l'authentification des diplômes des médecins algériens qui pose le problème de l'exode des soignants vers l'étranger. Le ministre a été saisi par le député de la communauté algérienne établie à l'étranger, Abdelwahab Yaqoubi. Celui-ci a estimé que le gel des opérations d'authentification est contraire au principe de la liberté de circulation consacré par l'article 49 de la Constitution et l'article 13 de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Dans sa réponse apportée jeudi, le 10 octobre, en plénière de la Chambre basse du Parlement, le ministre Badari a souligné que l'authentification des diplômes universitaires se poursuit toujours. Précisons que pas moins de 100 000 authentifications de diplômes ont été effectué en 2023 par les services du ministère de l'Enseignement supérieur. Toutefois, il a reconnu que l'authentification a été suspendue pour certaines spécialités précises à cause des besoins de l'Algérie en ces spécialités et en raison de certains phénomènes que nous constatons immédiatement après l'authentification. شكرا جزيلا لك ناصر على كل هذه الإحاطة.
شكر موصول لكم مشاهدينا ولمحبي التعبير بالصورة بدلا من الكلمة. نستبقيكم الآن مع قصصات الكاريكاتير. متابعة طيبة نرجوها لكم جميعا. إلى اللقاء.